الخطبة الرابعة للشهر ذي القعدة قبر ربستان ذي قدماش 4 خطبة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الخلان رحمكم الله المنان يعلم أن القبر هو عالم البرزخ أول منزل من منازل الآخرة لا يفيدكم فيه حسبكم ولا نسبكم شيئا إلا أن تعملوا عملا صالحا قال قال الله تعالى ويثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره وفي الباب احاديث كثيره فعن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان اذا وقف على قبر بقى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنه والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه رواه الترمذي وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرع نعليهم أتاه ملكان فيقعد فيقعدانه, فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله. عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابد لك الله به مقعدا من الجنه فيراهما جميعا واما المنافق والكافر فينقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول في لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيقال له لا ضريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيح صيحة يسمعها من يليه غير السقلين متفق عليه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا ما فيها وأنه تعالى لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات استغفار لهم رواه البيهقي اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ Anin naim